السنابل أينعت وصارت صالحة لأن تكون فريكا لتحضير أطباق الشوربة أو الدشيشة. هنا في عين الناقة بالجهة الشرقية لولاية بسكرة يتعاون الرجل مع المرأة لإعداد عولة العام من مادة الفريك. كنا نجيبوه من الحصيدة فيه اليابس، نقوه اليابس هذا نقيشوه يقعد قمح، والأخضر نحرقوه يجي فريك أخضر، ما نقوهش يخرج قمح، يتخلط مع الأخضر مع القمح أحمر. بعد حرق المنتوج يتم سحقه بطريقة يدوية لفصل الحب عن الزوائد ثم غربلته ليكون جاهزا للطحن. لقطوه هزوه نجملوه نهرسوه ونولو نصفوه في الصوابر ندروه نحو الكرفة تاعو ونهرسوه ندروه يخرج حب. مذاق القمح وهو أخضر يحبذه الأطفال، ولذلك يعمد الكبار إلى فرته بأيديهم ويقدمونه لهم. نحرقوه نحكوه في طبق ويقولوا لنا دارين بينا نعطوهم ياكل. يعرض الفريك تحت أشعة الشمس ليصبح جافا ثم يطحن يدويا. بعد ما يبس نهرسوه ونصفوه في السيارة، خرجوا الحب مليح ونولوا نديروا في المطحن، خرجوا من الشرب نخرجوا تشيشة في الصور تاني كاين الخشين وكاين الرقيق. هاي الشربة هذه نديروها رقيقة الشربة وهاي الشيشة نديروها خشينة. أطباق مختلفة تعدها العائلة البسكرية من مادة الفريك، في مقدمتها طبق الشوربة الذي تزيده التوابل البسكرية بنة أخرى.